مرحبا بكم في صحة من. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. إذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا وشنو هي الطريقة الصحيحة اللي تعبروا بها على حبكم للدراري تاعكم. في رأيكم التعبير تاع الوالدين عن الحب تاعهم يقدر يضر الطفل؟ هذا صحيح، وتحديدا تعبير خاطئ عن الحب يقدر يأثر سلبا على تكوين الشخصية تاع الطفل وطبيعة التوأم. من الأخطاء اللي يشوفوها بزاف اللي عبروا بها لي بارون لولادهم عن الحب هو أن الطفل ما يسمعش كلمة لا لا، يعني كاع واش يحب لي بارون يلبيوه. وهنايا هذا التصرف يعلمه الأنانية وعدم مراعاة الناس. على هذا بما أنكم تمثلوا الآخر علموه باللي عندكم حقوق وما تلبولوش جميع طلبات تاعو، على خاطر الانسان ما يديش كلش في هذه الدنيا. اي دونك كلمه لا لا اللي يسمعها وهو صغير راهي راح يتعلم الصبر والقناعه وهو كبير. مبالغه في المدح ودائما تمدوا بالحق للطفل، هذا تصرف خطأ ويعلمه التكبر والغرور. تصرف صحيح هو انه نكلموه على المزايا تاعو، مي اوسي نكلموه على السلبيات، باش هكذا الطفل يتعلم يميز بين الخطا وكيفاش يصحو وبين الامور الصحيحه. لازم نعتذروا لوليدنا كي نغلطوا، باش هكذا يتعلم منا هو باللي الخطا هو جزء من الحياه والاعتذار قوه وماشي ضعف. الخوف المفرط على الطفل حاجه ماشي مليحه، على خاطر راح تتكون عنده شخصيه انطوائيه وصعوبه في التواصل مع الناس. على هذا ننصحكم تخلوه يعتمد على نفسه، مثلا كي يطيح خليه ينوض وحده، اكيد اذا كانت طيحه خفيفه، يعني ما تقوموش بالاشياء في بلاصتو. ان شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعادوا تشوفوا صحة ماكسو على انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. أبقى لي غير نقولكم تهلاو في صحتكم، تهلاو على خير. تيزان سون تي في، الهضم، مجموعة من النباتات التي تساهم في تسهيل عملية الهضم، تحفيز وظيفة الكبد واستعادة الراحة المعوية طبيعياً.